السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيه برنامج جدا ممتاز للآيفون وللجالكسي اسمه فائض، هذه أيقونته، ندخل عليه. طبعا عندك الملابس، الولائم، الخبز، الأثاث، الأجهزة المنزلية، الأوراق. طبعا مثلا عندي ولائم وأكل زائد أو شبه هذا من القبيل، ندخل عليه. الآن بيطلع أقرب جمعية قريبة لي، طلع لي الجمعية ثنتين. طبعا لما تخش عليها تضغط على البلونة الزرقاء، بعدين تطلع لك اسم المؤسسة وتضغط على علامة التعجب، تدخل على التفاصيل. طبعا تضغط على اتصال، بيطلع لك رقمين، واحد ثابت وواحد جوال، بعضهم يحط ثابت وما يحط جوال أو العكس. تتصل عليه ويجون لحدك وياخذون الأشياء الموجودة عندك. أتمنى نشر هالبرنامج على أساس فيه ناس محتاجين. بالتوفيق للجميع، مع السلامة.